بحس إنه الدراسة مجرد خطوة مشان أنت توصل لمثلا شغل معين ولا تنتهي سوا. تمام، يعني بدنا نركز على نقطة إنه نحنا
ما عم نبني شغف ونقتل شغف، لا، بس عم نقسم انه في شغف رح يكون اكاديمي ورح يكون مجال عمل، وفي شغف رح يكون مجرد شيء جانبي بهوايات مواهب القصص هاي. اوكي تمام. طيب هلا الدراسات الحديثة اغلبها بتحكي انه المستقبل يميل اكثر لموضوع الروبوتات، موضوع الذكاء الصناعي، موضوع البرمجة والقصص هاي، اضافة للمواضيع اللي تتعلق بالبشر، كل شيء سوشيال مثل مثلا الاختصاصات النفسية والشغلات هاي. هلا انا حسيت انه انت ميال الى قسم القصص البرمجة والذكاء الصناعي والشغلات هاي، صحيح؟ المستقبل لهيك. وبما انه الاختصاصات كتير كتيرة بمجالات البرمجة والهندسة الكمبيوتر والقصص هاي، فبدي انصحك نصيحة، رح نحاول نفتح على الانترنت ونشوف حول العالم شو اكتر فرص مطلوبة بهذا المجال، مجال البرمجة هندسة الكمبيوتر. بتروح بتشوف شو اسماء هاي المناصب، الى حد ما شو الطلبات اللي هن طالبينها، رح تشوف شو اسماء هاي المناصب، ولما طالبين الشهادة العلمية فشو اسم هاي الشهادة العلمية. بعد من الخطوة الثانية رح نروح على اليوتيوب ونحاول ندور عن فيديوهات تحكي عن هاي الاختصاصات التفصيلية، ونقعد ونسمع ونشوف حالنا ميالين لأي اختصاص أكتر. بعد منا إذا ما قدرنا ناخد قرار، الخطوة الثالثة إنه في مواقع في عليها كورسات أونلاين بأسعار كتير منخفضة، أحيانا في منهم بالمجان مثل يوديمي، كورسيرا، وكتير مواقع تانية، فممكن تدخل عليهم وتاخد كورس قصير بكل اختصاص من الاختصاصات، وتشوف حالك لما عم تسمع الشق الأكاديمي هل فعلا عم تكون متفاعل، عم تكون مهتم ولا كيف. النقطة اللي بعد منها إذا قدرت تحصل ناس حواليك دارسة أو بتشتغل بالمجال العام واللي هو البرمجة هندسة الكمبيوتر، فتحاول تتواصل معهم تسألهم عن الإيجابيات السلبيات. بعد منا وفي حال لسه ما قدرت تاخد قرار، فممكن تقرأ مقالات أكاديمية، ممكن تقرأ مقالات قصيرة بس تكون أكاديمية بمواضيع متنوعة بهي الاختصاصات المختلفة، وتشوف حالك بأي اختصاص كنت مهتم أكتر، قادر تكون متبحر أكتر. طبعا ما فينا ننفي دور انه مثلا احيانا انت بتكون حددت الجامعة يلي بدك تدرس فيها، فالجامعة تعمل قبل بشهرين ثلاثة مثل مؤتمرات وورشات عمل، فأحيانا لما تسمع من الطلاب وكذا طالب بذات الجامعة اللي ناوي تتخصص فيها، كمان هاد الشي كتير 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 بيفيد. فحاليا هاي الخطوات بدياك انه تشتغل عليها خلال 3 أسابيع القادمين. بعد منها رح نحدد موعد ورح تجي، رح تكون انت عملت بحث بإيدك، بناء عليه رح نقعد سوا ورح نشوف أي اختصاص من هالاختصاصات هو اللي رح يكون الأنسب لإلك. تماما توقعت اللي الملاحظة كتير في استشاريين بيصيروا بيفرضوا أفكارهم وآراءهم على الطالب لحتى
يختص اختصاصات تقنعهم إلون. فأنا بحس إنه عنن شو فرقوا عن الأهل أو مثلا عن الجيران أو عن الرفقات يلي خلص مقتنعين إنه أنت لازم تدرس طب، أنت لازم تدرس هندسة، أنا علي إني أنا ساعدك بأدوات البحث، بالأماكن اللي ممكن تبحث على المعلومة فيها، ولما تبحث عن المعلومة ساعدك إنك ترتب المعلومة بذهنك وتقدر تاخد قرار، بس هذا القرار حيكون نابع من جواك إلك بالضبط. وصدقني بعد 3 أسابيع ممكن تجي تقلي أنا ما اقتنعت أبدا، يعني كل هالاختصاصات اللي جوا موضوع البرمجة وهندسة الكمبيوتر أنا ما حبيتها بنوب، فنشتغل على اختصاص تاني بالفروع الموجودة فيه. تمام بالضبط. هلا ليك بالنهاية صدقني هو الموضوع بما انه مهم بالنسبة لإلك حتى لو اخذ معنا وقت، تعرف انت اغلب الجامعات فيها فصل صيف وفصل شتاء، فممكن انت مرحلة اتخاذ القرار تاخد معك وقت طويل، بس انه الى حد ما تاخد قرار انت متأكد منه بنسبة كبيرة أحسن من إنه تستعجل وتكون مانك متأكد. أوكي خلص تمام اتفقنا، دير بالك على حالك وإن شاء الله نلتقى بعد 3 أسابيع، وأي سؤال بيطلع عندك بهاي الفترة فيك تتواصل معي على الإيميل.